المنطقة ينبع بحد ذاتها أصلاً منطقة رائعة، لا من حيث بحر، لا من حيث جزر حواليها، ولا من إمكانيات. المنطقة متقدمة من بنى التحتية، أيضاً المرافق كلها ولله الحمد متكاملة. اليوم احنا نقف في مدينة ينبع الصناعية، في أحد صروح الهيئة الملكية للجبال لينبع. اليوم ولله الحمد توفقنا كشركة الخريف التجارية بأن نكون الخيار الأنسب في تشغيل مرسى الجار لمدة 10 سنوات. المملكة اليوم تتمتع بجذب سياحي في جميع المناطق، ولا يخفى علينا جميعا بالذات مرتدي البحر أنه ينبع من أفضل الأماكن لو فكرنا في الغوص، أيضا في صيد الأسماك وحتى التنزه. ناهيك على أنه موقع الهيئة الملكية لجبال ينبع في ينبع هو موقع يعني موقع راقي، والبنى التحتية فيه جاهزة، المرتادين موجودين، احنا في مكان يعتبر استراتيجي. قسم الاستثمار في الهيئة وبيننا احنا كمستثمرين على وعي ونضج قسم الاستثمار، بحيث انه اليوم ذكرنا بعض الطلبات اللي احنا نرغب بانها تكون يعني ضمن اطار العقد، والحقيقة ما لقينا منهم الا كل تجاوب. احنا عندنا هدف ان خلال 6 اشهر من تاريخ التوقيع يبدا التشغيل الاولي للمشروع. انا الهيئه الملكيه من الاساس كون انها هيئه مكان بهالمستوى، انا اعتقد ان هذا نقله نوعيه في عالم المراسي. اشكر معالي رئيس هيئه الملكيه لجبال ينبع المهندس خالد السالم على حضوره ورعايته لهذا التوقيع العقد اليوم، وهذا دليل حرص ووعي المسؤول على أهمية هذه المشاريع الاستثمارية التي تعود بالمنفعة ليس فقط على المستثمر، وإنما الدائرة الاقتصادية المتكاملة الموجودة في مدينة ينبع الصناعية.